فيها رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح وساعتها حلها الف حلال. استريحتي قوي؟ ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى انا مطمنه قوي ان مفيش حاجه هتحصل. تصبح على خير يا حبيبتي، وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده، هتلاقيني بقضم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا ايه ده انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده ببيت ابوك يا ست؟ انت ما طردتك ولا الحكايه بقى جر شاكر وتلاقيه جيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. انت سامعه امك وانتي مش سامعه جوزك؟ معلش استحملي يا حبيبي. انا هفرح يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما. تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكس الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعة؟ معلش تاكس تاكس. اتفضلي يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل يا ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاها. يا ويلك يا سواد ليلك. عايز ايه من الكندا يا استاذ؟ هو انت تحب تطلعي على الكندا؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شباب. تاكسي 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 تاكسي. اسف يا اسف. اتفضلي اطلع. ده انا عملت حاجه يا اخوانا؟ عيب العمال دي. اي ايه ده؟ ما تخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ انت كلمهم البواخه بتاعتك. ايه ده؟ هو مفيش كوس يعني؟ يلا خلاص يا دي. يلا يلا بينا. يلا خلوا على الارض زوق بقى يا شيخ بالهم. ادينا نازلين. اتفضلوا. حد يكلمك؟ حد يتعذروا وقتك؟ اخرج. ايه فوضى. Yeah.